مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج سوالف امل، معي انا امل قطامي اللي بيجيكم كل يوم سبت وخميس الساعه 5 مساء بتوقيت الاردن والعراق. اكيد برحب فيكم وبرحب في صديقي الجميل احمد. مساء الخير. مساء الخير، كيف الحال؟ الحمد لله زين، طمنيني عنك. والله انا بخير زينه، وبعدين اليوم احنا مطقمشين ويا بعض، اي ما حدا مقلد الثاني، صح ولا لا؟ احنا نقلد؟ لا طبعا. اليوم صدفة لابسين سكني وخمري وأبيض، صح ولا لا؟ إيه. طيب بداية أحمد، بديك أنت ترحب بالمشاهدين وترحب فيهم وتحكي لهم أنه إحنا قدام نكون مبسوطين وسعيدين لما نكون معهم، صح ولا لا؟ صح أكيد. طيب بدنا نذكركم بداية المشاهدين بأرقام التواصل الاجتماعي اللي هي هلأ موجودة في أسفل الشاشة، 00964770044964، أوكي 99009647517، أوكي 751175613. طبعا كنت عم بحكي له انه انا قدي صار لي بالقناة ولهلا ما قدرت احفظ الارقام. وبداية بدي اذكركم كمان بصفحتي على الانستغرام amal_mori. بالضبط، امل اندرسكور مراد. اكيد ادخلوا على سؤال حلقتنا لليوم وجاوبونا عليه، واللي هو بيحكي ورح يطلع معكم انا وياكم على الشاشة. لو عرفت شو اوكي، لو عرفت خبر حلو من مين، يعني اول شخص راح تخبره اياه وليش اخترت هذا الشخص تحديدا، راح نعرف منكم وراح نعرف كمان من احمد ليش اختار هذا الشخص ومين هو اول شخص راح يخبره بالخبر الحلو، صح ولا لا؟ صح. طيب مشاهدينا بدنا نطلع مع بعض فاصل صغير لندخل هلا على البوست يا احمد، ونسال برضو احمد السؤال انه مين اول شخص، فخليكم معنا. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام. اليوم ذكرى الإسراء والمعراج يا أحمد، ويعني أكيد بهاي الذكرى إحنا كلنا بنصلي على الرسول ونكثف الصلاة، وبما أنه كمان اليوم ليلة جمعة، صح ولا لا؟ صح. بس أني أحب أوجه رسالة للي يشوفون حاليا اللايف، أحب أهني كل المسلمين والمسلمات على ليلة الإسراء. اكيد، واحنا كمان بنهنيهم، ويا رب انها بهاي الليله كل امانيكم تتحقق وكل يعني دعائكم يقبل عفوا عند الله سبحانه وتعالى. بدنا نذكركم اكيد انكم انتم كمان تكثفوا الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. بدنا نبدا بتعليقاتنا اللي وصلتنا على الانستغرام، بس انا حاب اول شيء اسالك انت السؤال، لو عرفت خبر سعيد مين اول حدا راح تخبره؟ لو اجاني خبر سعيد اول شخص راح اقوله هي امي، لانه يعني هي حاليا وياي يعني حاليا انا اكثر شيء وياها، اكثر شيء هي عايش وياها. ما شاء الله عنك يا احمد، الله يخليك اياها يا ربي، ودائما تخبرها الاخبار الحلوه، وبتخبرها يعني بتجيب لها اخبار حلوه تبسط قلبها، ولا لا من النوع اللي دائما بس سمات بدن سمات بدن؟ لا الحمد لله، يا رب دائما انك تكون انت، يعني اكيد انتم ما بخلى الاطفال والمراهقين والشباب والصغار والولاد والبنات انه نجيب لمرات لامهاتنا هيك اشياء بتزعل، علامه من هون، بهدله استاذ من هون، صح ولا لا؟ شوي شوي مش مشكله، بس انه هاي لسه تعتبر يعني اشياء كثير قليله، او يعني اشياء احكي لك شو نتاتيف بالنسبه لا سمح الله للاشياء الكبيره اللي ممكن تصير مع الواحد. عندنا من تيتو بتقول لأختي ليلى وبنت أختي أريام. أمال بتقول أكيد ماما روح قلبي وحياتي، إخواني بصفة عامة، أهلي اللي بحبهم وأقرب علي من روحي. فاطمة للأسف ولا أي شخص إذا كان في خبر مفرح أو محزن، لأنه ما في أي شخص مناسب، كل شيء بحتفظ فيه مع نفسي. فاطمة الزهراء عبد الرحمن من السودان. شو بدنا نحكي لفاطمة؟ بدنا نحكي لها إنه فاطمة لا طبعا لا تفكري بهاي الطريقة السلبية، صح ولا لا؟ صح، لأنه أهلها وياها يعني لازم تقول لهم وتفرح. أيوة، وإذا دورتي حواليك إلا ما تلاقي الأشخاص المناسبين، صح ولا لا؟ من أصدقاء، من أهل، أيوة. من أمام، من أولاد عمام، وما تحطي حالك في هاي الدائرة أنه أنت وحيدة وأنت كئيبة، صح ولا لا؟ لأنه أيوة. أنت هيك رح تمرضي لا سمح الله وتخسري حالك قبل ما تخسري الناس اللي حواليك. تهاني بتقول شو تخصصك بالجامعة؟ يا ليت تجاوبي شو تخصصي أحمد؟ طب أحمد صيدل؟ طيب أيوة صيدل. خلينا ناخذ الاتصال. مساء الخير تارة. يا تارة مساء الخير والنور، كيف حالك يا تارا؟ الحمد لله، انت كيف كان؟ احنا بخير الحمد لله. من وين عم تحكي معنا؟ من العراق، من بغداد.
يا أهلا وسهلا بكل أهلنا من العراق بغداد. طيب احكي لي، لو عرفتي خبر حلو مين أول شخص راح تخبريه؟ أكيد هما أمي وبابا، لأن هما أقرب ناس إلي، فراح أكون أول شخص أخبره هو ماما وبابا. الله يخلي لك ياهم يا ربي. طيب في حدا شخص ثاني شخص راح راح تكون بنت عمي واختي سما، لان هي اقرب شخص لي بصراحه ما شاء الله. بس الله يخلي لك ياهم يا ربي يا ساره يا تارا، ويعني دائما انهم يكونوا جنبك، وانت كمان تكوني جنب الاشخاص اللي بيحبوا يخبروك الاخبار الحلوه، صح ولا لا؟ اي صح طبعا. شكرا لك يا تارا، واكيد احنا سعيدين كثير بسمع صوتك. بتحبي تضيفي اشي ثاني؟ لا شكرا، بس حابه اسلم على احمد. اها وعليكم السلام. شنو بتقول لك؟ شلونك؟ كانه شلونك يمكن قالت ايه، فاذا قلتيها اني ايام كويس. ايام كويس. طيب شكرا لك يا تارا، نكمل معك احمد ونشوف شو وصلتنا تعليقات على صفحتنا على السوشيال ميديا. عنا تهاني، شكرا يا تهاني. جنة بتقول لو اجى خبر حلو حقول لماما وبابا، لان اول هم اول حاجة هيفرحوا بيها، وبعدين اصحابي المقربين. وبس بحبك امولي، متابعتك جنة من مصر. وعنا كمان احمد، دورتي امولي، امي هي اقرب شخص الي، وان شاء الله تسمعين خبر حلو. يسعدك يا رب، كل الحب والاحترام اليك. عنا عابد بيقول السلام عليكم عبد الصمد من المغرب، كيف حالك يا امل؟ لو عرفت خبر حلو سأخبر أمي، وإن كان خبر حلو حزين لن أخبر أحد. عنا هديل، أكيد بابا، لأني بحس أكثر شخص يدعمني وفرح لي. يقين ماما أكيد، وبعدها بحكي لأقرب خالي لقلبي ماما، لأنه هي كل حياتي، وخالتي لأنها بمثابة أختي، وأنا وحيدة من الخوات. عنا كمان محمد بيقول أول شخص طبعا أمي. وعنا جود بحكي لأهلي ولصاحبتي حلا، بضرب لها تحية هي وأهلي. وبالنسبة ليش لأنه أكيد أهلي بتمنوا لي الخير وبفرحوا لفرحي، وحلا جزء من العيلة. ومريم بتقول صديقتي لأنه هي أقرب شخص إلي بتفرح لفرحي. وأمل بتقول سأخبر أمي الحبيبة طبعا، لأنها لا تفشي سري وتنصحني إن أخطأت. ومنذر بيقول ما بقدر أحكي لعيلتي أكيد، أو ما فيها حكي، بحكي لعيلتي أكيد، وبالأخص أمي، لأنه هي سندي من أنا صغير، وحزنها من حزني وفرحها من فرحي. أمل أتمنى أنك تعطيني فولو إن شاء الله. خلود بتقول بعد أمي الغالي رح أختار أختي الحبيبة وتوأمي، عشان أنا عندي توأم، فأول ما يصير أي شيء بخبرها، لأنه دائما إحنا معا وكبرنا معا وعنا نفس الظروف، فأي شيء بصير كل واحد تخبر الثانية، سواء خبر محزن أو مفرح. الله يخلي لي إياكي. وعملت تاج لأختها. عنا اتصال، شو رأيك تاخده من يوسف؟ اوكي تفضل. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم، شلونك احمد؟ الحمد لله زين، طمني عنك. خير. يوسف، سؤال بسيط غير صغنن. اذا اجاك خبر حلو ويفرحك اذا اجاك خبر حلو ويفرحك ايش من اول ناس راح تقول لهم؟ اول ناس راح اقول لهم يا اختي الكبيره. اختي الكبيره؟ ليه اخترت اختك الكبيره؟ هي اكبر مني، راح تعرف شنو هذا الشيء، احتمال يكون شيء مو حلو، وانا عبالي كل شيء حلو هي راح تعلمني. الله يخلي لك ياها يا ربي. طيب تحب تضيف ايش تاني يا يوسف؟ تحياتي لكل الجمهور. واحنا اكيد نحييك يا يوسف، انت وكل اللي عم بتابعونا، وشكرا لاتصالك. عنا بس بدي اذكر المشاهدين احمد بهذا الشغله، انه رقم الفايبر هو الجديد هذا وفقط فايبر، اللي هو 00964741477661. لازم نعيد 00. لازم تعيدين السنتين هاي مرة ثانية على متحفظ. تظل بسامراء 4 سنين يعني. طيب عنا 00964741477716 00964
ما حافظ، كملي. اوكي انا حفظته 7714771116. فرنوا علينا على هاي الارقام، نزلوا الفايبر ورنوا علينا عشان نسمع اصواتكم ونحكي معكم انا واحمد. بدنا نروح مع بعض فاصل صغير ونرجع نقرا التعليقات، بس قبل هيك حبيت اني اقرا شويه تعليقات وصلتني. احلى شيء يعني يا الله، ما احلى وجود الام بحياتنا، والله يخلينا امهاتنا ويا ربي ويرحم منهم الاموات يا رب ويجمعنا فيهم بجنه الفردوس. عنا اوكي عنا اتصال قبل الفاصل. حمزه مساء الخير. الو الو هلا احمد. هلو هلو حمزون. هلو هلا شلونك؟ الو الو الحمد لله زين، انت شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله والله زين الحمد لله. انت شلونك؟ شنو لك انت شلونك؟ انا الحمد لله زين. انت شلونك حمزة؟ بقولك شلونك؟ ان شاء الله بخير او ان شاء الله زين هيك. الحمد لله انا زين. بقولك كيف الاهل؟ هم زين، كلنا نفس الوضع. حمزوني هسه اذا اجاك خبر مفرح، منو اول ناس حتقول لهم وليش؟ ابوي اقول له وش. ليش ليش عمو؟ لا. لانه هو ابوك هو اللي علمني، فاذا طلع انا في شيء خطا هو هو امن يقول لي. طبعا. طيب شكرا لك يا حمزه، سعيدين اكيد بسمع صوتك ونورتنا باتصالك. بدنا نطلع مع بعض فاصل انا وياكم واحمد ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا. كنت حابه صراحه اني احطه انه في كثير منا ما بيعرف قصه الاسراء والمعراج كامله او احداث الاسراء والمعراج كامله، فرب اني اكون هيك فتكم شوي ويكون برضو احمد كمان استفاد وكل اللي اطفال اللي بعمره لاحمد عم بيتابعونا انهم يكونوا استفادوا. بدنا نرجع من مشاهدينا وانا وياكم احمد للتعليقات اللي وصلتنا على صفحه. بس قبل عنا اتصال. مساء الخير يا ليلى. ليلى مساء الخير. اهلا مساء النور، كيف حالك يا ليلى؟ تمام الحمد لله. وانتي؟ تمام. من وين عم تحكينا ليلى؟ من ديالى. يا اهلا وسهلا بكل اهلنا من ديالى. ليلى لو عرفتي خبر حلو، مين اول شخص رح تخبريه وليه اخترتي هذا الشخص تحديدا؟ اول خبر اختي الكبيره. اول شخص قصدك اختك الكبيره؟ اي نعم. ليه طيب اخترتيها هي؟ لان هي بمقام امي وابي، دائما تحب تسمع لي وتشوف راح اعرف فرحي. ما شاء الله، الله يخلي لك اياها يا ربي يا ليلى. طيب ليلى احكي لي، في صدفه قبل هيك وفعلا عرفتي خبر حلو او خبر يعني كان بالنسبه لك جدا سعيد وخبرتيها فيه؟ اكيد اكيد. شو هو؟ او عفوا مش هو، شو كانت ردة فعلها؟ والله يعني قلت لها تفرح على فرحي، اكيد فرحت يعني. طيب احكي لي، هي كمان لما تصير معها اشي سعيد بتيجي بتخبرك انت؟ شو ما سمعتين؟ هي لما يصير معها اشي سعيد بتيجي بتخبرك انت؟ اي طبعا نفس الشيء اكيد. ما شاء الله، الله يخليكم يا ربي لبعض. وايش بتحبي تحكي لها على الهواء مباشرة؟ والله اقول ربي يحفظك ويخليك دائما الي وما يحرمني منك. امين يا ربي. شكرا لك. بتحبي تضيفي شيء ليلى؟ شنو عاني؟ بتحبي تضيفي شيء؟ ليلى احنا سامعينك، بتحبي تضيفي شيء؟ اوكي راحت ليلى. نكمل معكم ومع احمد التعليقات، صح ولا لا؟ صح. طيب عنا كمان اكيد امي من روان، لانه هي اكتر حدا بفرح لي من قلبه. وبس مرات دائما يعني مش دائما، مرات بنلاقي انه احنا شوي عنا انه ما حد بفرح لي، انا بخاف من الحسد، انا بخاف من العين. احنا عارفين طبعا انه في عين والعين حق وفي حسد والى اخره، بس الانسان دائما يكون برضه بفكر بعقله، يعني مش دائما الناس اللي حوالي بدهم يحسدوني، مش دائما الناس حوالي. يعني اكو ناس وصح تشوف هذا الشيء ما تذكر الله، ما تقول ما شاء الله سبحان الله. صحيح. لا تقول الله شنو عدي، ليش هالقد عدي، الله حلو هذا. صحيح، هذا الاشي طبعا غلط، وكمان غلط انه نفكر انه كل الناس حاسديننا، صح ولا لا؟
خلي الواحد دائما يكون متوازن. بالضبط دائما يا جماعه انا بحكي هذا الحكي انه لما نشوف شيء حلو نذكر الله، نحكي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني هذا الشيء نصلي على الرسول، هذا الشيء بمنع احنا ناذي الشخص اللي قدامنا. ومرات في مثال بيحكي انه ما بيؤذي المال الا اصحابه. يا احمد بتعرف شو يعني؟ يعني مرات الام بتشوف بنتها طالعه حلوه ما احلاكي، ما بتحكي ما شاء الله، ممكن هيك تكون هي صبتها بالعين، لانه العين حق، صح ولا لا؟ صح. فلازم دائما نكون ذكر الله على لساننا لما بدنا نشوف شيء يعجبنا عشان ما نأذي الشخص اللي قدامنا. مرات ما بيكون قصدنا انه نأذي، ولكن يعني بتطلع اشياء منا سهوا. طيب عندنا آلاء الميسانية، احب جموله، ممكن اول حدا اخبره بابا. وعندنا سناء، الشخص الاحب والاقرب لقلبي صاحبي. وعندنا زهراء، اكيد امي لانها الشخص اللي تفرح بفرحي وبالصدق وهي اكثر ناس اوثق فيها. وعندنا لوليتا، احب روحي وانا انيها، احب روزان بتقول راح اقول لبيان لانها صاحبه قلبي وسنيني. رؤى بتقول اول شيء بدي اشكر الله، ماما وبابا واخواتي لانهم بيستحقوا يفرحوا معي. تحياتي الفلسطينيه من فلسطين غزه، بنحب كموله. مي الطف اعلاميه، شكرا لك يا مي. وعندنا كمان بيان، اي قناه؟ اوكي قناه سامر راء. ومنا ماما اكيد والعائله كلها. يعني عندنا اتصال من رانيا، ونقول مساء الخير. راحت رانيا، شكرا لك. طيب عمر بيقول ربنا يوفقك في حلقة النهاردة. وعنا شيماء، حبيبتي أمل، أنا شيماء من المغرب، كان بغيك بزاف ومن طفولتك وأنا بتابعك وبحبك، وأكيد ماما وبابا بعد بحكي لهم. وعنا هنو بتقول خبر حلو، صديقة طفولة رانيا لأنها ببساطة معي في الحلوة والمرة. أوكي عنا اتصال من سجا، مساء الخير يا سجا. مساء النور، شلون أمل؟ تمام الحمد لله، وأنت شلونك؟ الحمد لله زين. طيب احكي لي انت من وين عم تحكي معنا؟ انا من بغداد. يا اهلا وسهلا بكل اهلنا في بغداد الجميلين. طيب احكي لي بداية، مين اول شخص رح تخبري لو عرفتي خبر حلو وصادم؟ اكيد اول شخص هي امي. ايش هو؟ هي امي. امك. طيب احكي لي ليه، يعني ليه اخترتي امك تحديدا؟ لأن هي الأم دائما تكون يعني دائما تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا، ودائما هي تكون أقرب شخص لنا. طيب احكي لي يا راني، إيش بتحبي تحكي لها على الهواء مباشرة؟ كلمة منك لوالدتك. أوجه تحية من خلال قناتكم، وأقول لها يا رب الله يحفظك لنا أنت وأبوي. وإحنا كمان نوجه لها تحية، ونوجه لك تحية وما شاء الله عنك. بتحبي تضيفي إشي ثاني؟ الو راح الاتصال. اوكي عندنا كمان نور، امي لانها الوحيده اللي تفرح لي فرحي. وربا بتقول شيء حلو برضه بتطور كثير، اكيد ماما. وعندنا كمان هنا بتقول خبر حلو، صديقه الطفوله رانيا لانها ببساطه معي في الحلو والمره، ودائما تدعم فيه وتخبر فيه الاخبار الحلوه، لهذا على طول نروح ليها، اروح ليها بدون تفكير. وعندنا كمان عيسى بيقول امي هي الوحيده تفرح لي بدون حقد. وعندنا كمان اني ضفاف اللي حكيت وياكي سابقا، طبعا اول واحدة احكي لها هي امي، وثانية اخواتي، وثالثا صديقاتي بالتدريج. تحية اليك ولكل القائمين على هذا البرنامج والاستاذ. اوكي واحنا كمان اكيد نوجه لك تحية كتير كبيرة. عمر لو عرفت خبر حلو، وده اصلا نادرا لما يحصل، بروح لاي حدا بحبه وبقول له الخبر، لان الشخص ده بيختلف على حسب اكتر شخص محتاجه معايا مثلا في اللحظات دي. وعندنا كمان امي لان فرحتها عندي اهم من فرحتي من ايمان. وعندنا شهد بتقول طبعا ماما او اختي بحبك جدا، وانا كمان بحبك. احمد بيحكي لنا امي طبعا، الله يخلي لك اياها يا ربي يا احمد. وعندنا كمان ساره بتقول امي لانها تفرح وقت فرحي. وتشفت ملاحظ احمد؟ كله كلهم. امي يا الله، الله يديم الامهات. طيب عندنا اتصال، مساء الخير، مين معنا؟ نارين. يا اهلا، بحب اسم نارين. كيفك يا نارين؟ نارين حبوي، بس حبيت أشارك. أنا أول شخص أخبره زوجي حبيبي، لأن أحس هو الوحيد إنه يقدر يفرح لي صراحة. الله يخلي لك يا رب، يعني أول مرة يعني صراحة، أول اتصال، أول مرة يطلع إنه يقولون غير الأم تعز الزوج. ها هذا خبر حلو، يلا خبر أمك. أعمد إنه في واحدة لنا تحكت إنه زوجي، دائما أمي أبي صديقتي. لا أنا زوج صراحة، لأن هو يعني حتى شغلات مرات تحصل وياه إنه تكون سيئة، وبنفس الوقت هو يكون أول من يعرف ما شاء الله. طيب احكي لي يا
نارين، أنا حاب أسأل هذا السؤال، كيف الوحدة لازم تكون علاقتها مع زوجها علاقة حلوة، تحكي له الأشياء الحلوة الأخبار المفرحة، ما تكون علاقة فيها حزن أو خلينا نحكي نكد أو دائما مقت؟ فاحكي لي أنت كزوجة وبتخبري زوجك أول إشي في البداية، شو بدك تحكي للناس أو اللي بعمرك البنات؟ صراحة أول شيء يعني من البداية التعارف، أنا زوجي أخذت على حب، ما شاء الله علاقة حب كانت بيناتنا، وبعدين صارت الحمد لله ما شاء الله. فمن البداية إنه وقت اللي كنا علاقة حب أنا كنت كل شيء أحكي له، يعني حتى إذا مرات أسوي أشياء غلط يغفر لها أو لا يغفر لها، يعني أنا كان هو أول من يعني، وأحب كل شيء يسمع من عندي، ما أحب يسمع من رفيقتي من جارتي من حدا على سبيل المثال. ما شاء الله. فحاولت انه يكون هم اقرب شيء، يعني اقرب من اختي، اقرب من اهلي، اقرب من كل احد بحياتي. ما شاء الله الله يخليك. وطبعا لاحقني هو هم نفس الشيء، وطبعا يعني اكيد تكذب علي شويه بس ألق. واكيد بيصير في بينكم معارك، ايش بتحكوا لها، عراكات بالعراقي؟ عركة، تتعاركون ويا بعض وينحل الموضوع صح على طول، او ممكن يطول يقعد يوم يومين ثلاثة، المهم ينحل بالاخير. صراحة يعني اذا انام وانا زعلانة منه قامت يعني مصيبة صارت. يعني احنا مشكلتنا تنحل بعد ساعتين ماكسيمال، اذا بدت الظهر للليل احنا تكون محلولة، يعني لازم تنحل. حلو. طيب احكي لي يا نارين، قد ايش صار لك متزوجة؟ صار لي شيء من 2012. ما شاء الله، انا توقعتها عروس. توقعتك السنه الماضيه. لا. يعني ماكسيمم قبل سنتين، بس من 2012 واحنا يعني تقريبا 9 سنين والعلاقه، واول شخص تخبريه وهذا الحب الكبير، يعني ما شاء الله، الله يحميكم يا ربي حبيبتي. شكرا لك. الله. وايش بتحبي تحكي له على الهواء نارين لزوجك؟ إنه هو كل شيء بحياتي، أنا أحبه والعراقي أموت عليه. زين، بس خلي شوية بطل كذب، عندي كم كذبة لو بطل الأمور طيبة. كم شغلة، أما أنت لازم تحكي إنه أنت كاملة، ما عندك ولا شيء. لا كل عدي، حتى لو حتى أنا ويومي يعني شوي أنا أشياء ما أحكي. ودائما الأولاد أصلاً بوقفوا مع الأم، دائما الأولاد واقفين مع بصف الأم. هو يعني مش ما يرد الواحد يحكي. بس أنا أحاول إنه ما أدخل أطفال بمشاكلي الشخصية ولا زوجي. دارسة أنت نارين؟ حلها بدون علم أطفالي، حتى لما مشكلة ما أخلي أطفال يشوفوها. دارسة أنت نارين؟ عندك شهادة جامعية؟ أنا عايشة بالسويد ودارسة تمريض الحمد لله. ما شاء الله. بتعرفي ليش أنا سألت على موضوع الدراسة نارين؟ لأنه مرات بيكون هاي الحكمة وهاي العقل الكبير والتصرفات الصح، أو خلينا نحكي الفكر الصح، مو شرط إنه يكون متعلم وماخذ شهادات من أحسن الجامعات ودارس، لا، تحديدا إحنا البنات. إنه الأم أنا بالنسبة لي العراق ما دارس غير ثالث متوسط وانتقلت للسويد، وبس نويد أخذنا كورسات تمريض وهكذا، يعني ما دارت شيء صراحة من خص، بس إنما أني من نوع أحب الخبرة بهاي الأمور العائلية، وبس نويد اختاروني إنه أفضل مرأة قوية بالمقاطعة مال اثنين، وصرت عندي جروب على الفيسبوك وأنطي محاضرات للنساء الأرامل المطلقات دعم المرأة، فحسب خبرتي يعني الآن دخلت هذا المجال صارت عندي معلومات أكثر وأكثر، والحمد لله والشكر اني اعتقدتها. ما شاء الله عنك يا نارين، احنا بنحييك على هذا يعني الطابع اللي اعطيتنا اياه عنك، والشخصية اللي احنا هلا سمعنا كلامها، وفعلا يعني ما شاء الله، وان شاء الله يا رب انك تكوني خلينا نحكي مثل لكل الامهات والزوجات اللي هلا عم يتابعونا. شكرا لك ولاتصالك. شكرا لك. نكمل معكم مشاهدينا بعض من التعليقات. تشوف عنا محمد من مصر، زي كل مرة بالنسبة للسؤال، لو عرفت حاجة حلوة لي أو وحشة دائما بقول لصاحبي الوحيد اللي هكون عاوز أعرف ردة فعله إيه، وهيقول لي أي بإيه بإيه. بالمناسبة صاحبي ده كتب لي كومنت برضه، فمش هقول اسمه، حذري فزري أنت، حاعد حذر فزر بين 150 كومنت يا محمد، مش مشكلة، أهلا وسهلا فيك وفي صاحبك عن جد. طيب خلينا مع بعض نروح نسمع هاي الأنشودة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بذكركم مرة ثانية وثالثة بإنكم
اليوم تكثفوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد. نروح مع بعض نسمعها ونرجع لكم مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واكيد يعني هاي ليله من هن المسلمين كلها فيها، وليله مباركه. احنا ما بنمجد طبعا الليالي هاي او يعني بنعتبرها عيد او لا، بس انه الفكره انه نتذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في كل يوم، والدعاء بهاي الليله ويا رب انه يكون مستجاب، وتحديدا انها كمان ليله الجمعه، صح ولا لا؟ احمد، طيب احمد احنا يعني كثير مبسوطين انه انت اليوم كنت معنا، ومبسوطين بالمشاهدين. طيب انت عارف انه احنا طبعا داخلين على بعد ساعتين على حظر عندنا يا جماعة، عندنا هون بالأردن حظر شامل من الساعة 7 مساء يوم الخميس إلى حدث إلى الساعة 7 صباحا يوم يوم السبت. وانا عارف انه لحد لحد 7 الصبح ما بعرف ايوه يوم السبت، فانه يعني ان شاء الله يعني ما بعرف انه يكون حظر خفيف لطيف علينا وعليكم، وديروا بالكم من من تقلبات الجو. عنا اتصال من محمد، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا يا محمد. تحياتي للست والكادر قناه السامرة ولكل المشاهدين، واحنا اكيد نحييك واهلا وسهلا فيك. راح اتصالنا مع محمد، كنا عاد سعيدين يعني في سماع اصوات اهلنا في العراق كامله. طيب شوفونا يوم السبت يا احمد، صح ولا لا؟ شوفونا يوم السبت في نفس الساعه ونفس التوقيت. انا صار لي يومين بخربط بالاسماء، ما بعرف ايش الفكره، بس اكيد انا كنت سعيده فيك يا احمد البطل، وتاني مره لا تلبس خمري زيي. يعني شو يعني انت مقدم وانا مقدمه هون، ما بصير نلبس زي بعض. انت لو سمحت انت و ما يصير لا كاميرتك رجاء 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 ما احكياني بهذا الموضوع، ما تحكي انت بهذا الموضوع. طيب وصلنا لختام حلقتنا لليوم، شوفونا يوم السبت في نفس الساعه ونفس التوقيت. مني انا واحمد اكبر تحيه لكم، بدنا نحكي لهم الى اللقاء الى اللقاء.